السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كويزين فاسيل الزهرة. اللي اول مرة غادي يزور القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بك، وما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد ان شاء الله. وحتى البنات اللي معايا من قبل مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي لايك ديالكم والهلاك تاعكم، شكرا لكم بزاف بزاف على التشجيع ديالكم البنات. هنا كيف ما كتشوفوا البنات جيت معكم بواحد الوصفة زوينة بزاف ورائعة، ما فيهاش مقادير بزاف وما فيهاش صراحة المجهود باش غادي نخدموها، لان صراحة سهلة سهلة بزاف وكتجي بنينة. هنا كيف ما كتشوفوا البنات هنا عندي اللحم، هنايا عندي اللحم، عندي هنايا عندي رجيلة، هنا عندي كيلو، وعندي كيف ما كيبان لكم هنايا عندي الملح بزايد، ولكن راه ما تخلعوش، هذه راه ماشي الملح اللي غادي نصب بها، هاد الملحه غادي نغلفوا بها اللحم ديالنا. وعندي شي شويه ديال الملحه، وعندي شويه ديال البزار، وشويه ديال الكمون، وعندي هنايا هاد الطاوه هذه فاش غادي نديرها وغادي ندخلها للفران. دابا غادي نمشيو للطريقه التحضير. كيف ما كيبان لكم البنات راه ما فيهاش مقادير كثيره وكتجي بنينه بزاف، هاد اللحم هذا مشرمل هكا يعني ما فيهش حتى عطريه كثيره، من غير الكمون والبزار والملحه، ما فيهش كاع الزيت مره ابدا، ما كنديروش فيه الزيت، كيجي مشوي في الفران كيجي غزال بزاف يعني محمر وبنين بزاف، ولكن كنكثروا فيه شويه الكمون. يلا نمشيو نمشيو للطريقه التحضير. هنا دابا يا خديت اللحم ديالي غادي نزيد عليه الكمون، كيف ما قلت لكم انا عندي الكمون هنا بزايد، وشي شويه ديال البزار، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه صغيره، وشويه ديال الملحه. انتما هنايا البنات غتاخذوا القياس اللي بغيتوا ديال اللحم، تقدروا ديروا نص كيلو، ديروا كثار، ديروا جوج كيلو اللي بغيتوا. صافي غادي نبقى هكايا نلبس هاد اللحم ديالي كامل بهاد العطريه بحال هكا مزيان، كيف ما كيبان لكم غادي نلبسو مزيان بهاد العطريه هادي اللي عندي هنايا. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما هاو تلبس مزيان بداك الكمون وشويه ديال البزار والملحه، كيف ما كيبان لكم بعد ما لبست اللحم ديالي هنايا بالعطريه، دابا غادي ناخذ هنايا ورق الزبده غادي نفرشها هاد هنايا هاد اللاطا هاد الطاوله اللي غادي ندخل الفران بحال هكا، غادي نحط فيها اللحم بهاد الشكل هذا، بحال هكا صافي، وغادي هكايا نغطيه، وغادي نعاود نغطيه غادي نلفو كامل ببابي ألومنيوم، غادي نحاول نلفو كامل مزيان، بحال هكا يعني بهاد الشكل هذا، وهنايا غادي نحطو هكا على جنب، وغادي ناخذ عندكم طاوه اولا اللي عندكم الحاجه اللي تقدر تدخل لكم تدخلوها الفران وما غاديش تهرس تقدروا ديروها. دابا غادي ناخذ الملحه، كيف ما كيبان لكم هنا راه عندي الملحه بزايد، غادي نفرشها بحال هكا، غادي نفرش ليه الملحه، وغادي نحاول نغطيه مزيان بالملحه،
هنا من بعد ما لبست البنات هذا اللحم ديالي كامل بالملح، يعني فرشت ليه الملح من التحت ودرت ليه الملح هكا كيف ما كيبان لكم الفوق. هنا خديت واحد البول درت فيه شويه ديال الماء بارد، غادي نفزك فيه يديا بحال هكا، وغادي هكا نثبت هذا الملح مزيان بحال هكا. صافي، وغادي ندخلو الفران على 200 درجة أو 250 درجة مدة جوج سوايع أولا جوج سوايع ونص، على حسب الفران، على حسب نوعية الفران اللي عندكم. أنا هنايا عندي الفران ديال الضو، غادي ندخلو غير الفران ديال الضو. إلا عندكم فران ديال الغاز تقدرو، إلا عندكم فران ديال الغاز تقدرو ديروه فران ديال الغاز وتحطو ديروه من التحت وتنقصو عليه البوطة وتخليوه يطيب على خاطرو مدة جوج سوايع أولا جوج سوايع ونص، ونرجع معكم بعد ما توجد الأكلة ديالنا باش نوريكم الشكل النهائي. وهنايا رجعت معكم البنات بعد ما وجدت الطبق ديالي، هو هذا كيف ما كتشوفو. هنايا راه الملح قصاحت بزاف، راه سخون، يلاه خرجتو من الفران. هنايا عندي لو جيل فلاكون البنات، هذا عندي لو جيل فلاكون، نوريكم لا مارك ديالو. عندي هاد لا مارك هادي، كيتباعوا في محل في مسيو بريكولاج ولا في ما عرفش بالضبط في المغرب فين كيتباعوا، واللي هنايا في فرنسا كيتباعوا في مسيو بريكولاج. هنايا كيف ما قلت لكم الطبق ديالي ها هو خرجته، راه مازال سخون. غادي دابا ندير عليه، غادي ندير واحد شويه ديال لو جيل فلاكون كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه بهذا الشكل هذا، وغادي نشعل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، باش غادي نهرس باش غادي نهرس الملحه ديالي. هنايا غادي نخليها حتى غادي تطفى على خاطرها، عاد غادي نهرس الملحه. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما طفات ديك العافيه اللي عندي فوق من الملحه، دابا غادي خديت موس ومطرقه باش غادي نهرس هاد الملحه. صراحه غير شويه البنات راها سخونه بهذا الشكل هذا. غادي نهرسها كامله، هانتوما البنات ردوا البال راها سخونه. هنا غادي ناخذ الملحه، غادي نديرها شي بول كيف ما كتشوفوا البنات. هنا بعد ما حيدت اللحم ديالي كامل من الملحه، ما بغيتش نبقى هكايا كنهرس الملحه بشويه بشويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ها انتما باقي عندي مرصوات هنا ديال الملحه، من بعد ما حيدته كامل غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. يا سلام يا البنات كيجي غزال، كيجي محمر، شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا البنات كيفاش كيجي وطايب مزيان. غادي نحيدو غنديرو في طبق التقديم، والله البنات لك كيجي طايب. ها انتما كيجي غزال غزال غزال، شوفو ها انتما شوفو العدم كيفاش كيتحيد من بلاصتو.
هانتوما كيجي بهاد الشكل هذا. هانتوما البنات كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف وبنين. البنات جربوه، راه ما غاديش تندموا على هاد الوصفه هذه اللي عطيتكم. غادي نقطع معكم واحد المورصو هكا باش تشوفوا كيفاش كيتقدف، كيفاش يعني في الطياب ديالو. صراحه البنات هانتوما شوفوا كيفاش راه ساهل في التقطاع، واللحم طايب يعني ما كيجيش قاصح ولا يعني هكا مشوي، كيجي فيه واحد المذاق غزال 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 غزال، غير الريحه ديالو كتشهي ديك الريحه ديال الكمون. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا البنات، وكنتمنى تجربوه. وكيف ما العاده البنات كنقول لكم بالسلامه عليكم، وما تنساوش البنات الا عجبكم لا فيديو بطبيعه الحال تخليوا لي لايك وتخليوا تعليق وتابوناو معايا وتفعلوا الجرس هكا ان شاء الله يتوصلوا بكل جديد ديالي. وكنقول لكم سلام عليكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.